النار، صباح الصرار، صباح الصويت الجميل، ومع واحد مولاتي التكشكيشه. يا سلام، بعدا شوفوا لي البريريد اليوم. اليوم زعما انتصار راه مفركسه يوم مفركسه براده. المهم، كي دايرين؟ احوالكم، اجواءكم اليوم؟ ما عرفتش واش يقدر دابا في اي لحظه يقدر يكون هذا هو اخر فطور قبل رمضان، من هنا حتى الفطور ديال العيد ان شاء الله، ويقدر يكون عندنا بونيس غدا ان شاء الله. المهم باقي ما علنوش. في الغالب حنا دائما كنصومو قبل من المغرب، يقدر يكون كيقولوا يقدر يكون غدا يقدر يكون بعد غدا. المهم حنا في كاع الاحوال غادي نفتقدوا هذه الجليسه، هذه الصباحيه وهذا المورال. صراحه تصحب القهوه كتجيهم قاصحه، هذيك عندك واحد 3 ايام 4 ايام الاولى عرفتي غير كتوصل ليا وقت الفطور، عرفتي راه بحال اللي شديتي المطارق وكيضربوا ليا في راسي. ما عمري ما كان كيصحاب لي اتاي، راه زعما حتى هو كنعرف القهوه، مي اتاي حتى هو مع داك الكافيين ولا ما عرفتي ديك الجلسه ديالو شي حاجه كتلعب لك في دماغك. هاد النهار هذا ان شاء الله عطا الله من بارطاجي معكم. اول حاجه درت اضافات بسيطه على الديكوراسيون ديال رمضان، ان شاء الله غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوها، ومن بعد عاد غادي نديرو عاوتاني اضافات جديده. المهم نتوما غادي تتبعوا معايا هادشي كامل. غادي نبدا لكم هنايا بكليستي. المهم هنايا في هاد الطبيله هادي كان عندي واحد ديكوراسيون في لارجونتي، حيدتها ودرت هادوك ديال الكريستال مع كلهم في الدوغي، وزدت مازال هاد لي كوسان هادو. كنت هذيك النهار عمرت معكم غير جوج، بقيت زدت هادوك حتى هما عمرتهم. وكما كتشوفوا كلشي تقريبا طاغي عليه هذاك الدوغي. هنايا عاوتاني حطيت هنايا الديكوراسيون بالدوغي، والفوق خلاص هذيك الديكور ميغال. وفي هاد الكوان كنت علقت هادي ديال كنبقاو غاديين كنحسبوا بالتدريجي شحال باقي العيد. المهم هنايا كنبقى عندي هاد الفراغ هذا، ولا نتفكر هادو كنت جبتهم معايا من السعوديه زويونين حتى هما. علقتهم هادي فيها الله وهادي فيها محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. المهم والفوق درت هادوك لي روبون بحال هكا كيجاو زويونين. وهاد البوفي هذا اللي حدا التلفازه راه بقى تقريبا نفسه، حدي هنايا بقيت بدلت ودرت هادي ديال البخور وداكشي المرشه، وهادي خلاص هادي اللي كنت عمرتها بالتمرت. ايا ما كانش يمكن ليا ما نشكركمش من اعماق قلبي على دعوات الكثيره ثم الكثيره اللي خليتوا ليا في اخر بوست كنت حطيته لكم. فوالله العظيم الا بكاوني فريمون بكاوني، لان ما توقعتش زعما فريمون عرفتي تبارك الله الناس راه كيكتبوا جرائد وكاع داكشي اللي في خاطري متمنيه الناس يدعيو معايا عن ظهري غايب، تلقيت ما اكثر من ما توقعت. فشكرا لكم، ما عرفتش كيفاش غادي نشكركم. ما فريمون دعوات كنت محتاجاهم، والبنات اللي سولوا عليا فينا وانتي ساره هذه 4 ايام غبرتي علينا في اليوتيوب، كنت محتاجه شويه نجلس مع راسي، ولكن ما كنتش كنغيب عليكم في انستغرام، مره كنحاول نطلع عليكم هكا بستوريات. هذه من جهه. جهه الاخرى البنات اللي يعني هكا تبارك الله كيبغيو يديروا تما مساعدات في المغرب في هذا الشهر الكريم اللي تبارك الله الحسنات والاجر فيه كيكون عظيم. بالنسبه كما عارفين كل سنه كنبارطاجي معكم القفف، كنت واحد السنين يعني سورتو في ايامات الكوفيد كنت بعض المرات كان البنات هنا اللي ما عندهمش اللي يدير لهم قفه كنت انا كنكون مثلا الوسيط، ولكن ما بقاش يمكن لي نديرها يعني، فكندير داكشي اللي قديت عليه انا فقط يعني من مالي الخاص، واكيد الوالده ديالي حتى هي كدير نصيبها وكتكلف هي يعني، كنديروا داكشي فريمون قليل لانه صحتها ما بقاتش كتسمح ليها انها دير شي حاجه فوق من طاقتها. يعني داكشي اللي قدينا عليه الحمد لله ربي يتقبله. من ناحيه اخرى كما يعني مولفين في كل رمضانات يعني كنديروا الحمد لله القفاف وكنديروا حتى الافطارات الرمضانيه. هذا العام هذا قررنا القفاف الحمد لله درناهم ووصلوا للعائلات الله ينفعهم بهم. بالنسبه للافطارات انا فكرت انني نقيم الافطار عوض ما مثلا مولفين كان اننا كنديروا مثلا الحليب دانون مسمن فرماج بيض مسلوق التمر شباكيه، كنا كنديروا هكا يعني كيكون كوجبه للصائم. هاد العام هادي يعني تاي كتبغي واحد المجهود، فاش درنا قيمنا مثلا الفطور مثلا يكون ب 20 درهم او 25 درهم. فكما كنت ديجا هضرت معكم انكم كتقدروا تمشيو للبنكة وطلبوا دي بي دو 20 درهم يعني ولا 50، شوفوا نتوما ولا 10 دراهم ولا شوفوا شحال بغيتوا ديروا، وكتكلفي شي شخص اللي كتثقي فيه. ملي كيتبقى هكا واحد الساعه ولا ساعتين لاذان المغرب كيخرج وكيبقى يدور عينو ميزانو كيشوف الناس اللي باينه فيهم يعني دايزه فيهم انهم تعاونيهم في افطار.
فكمثال يعني مثلا الا كلفتي واحد ياخد لك 1000 درهم كل 20 درهمات، راه ديجا نتيا فحال اللي فطرتي 50 واحد، يعني فحال كل واحد تعطي 20 درهم، راه ديجا داك افطار ديال 50 صائم، وتخيلوا معايا الاجر ديالو. هنا دابا غادي ندير معكم واحد البوز خفيفه. الوالده ديالي فاش كانت كتدير القفاف اللي كنت كلفتها بهم، الله يعطيها صحيح حتى ويطول في عمرها، قلت ليها ما تصور ليا يعني ناخذ فكره على القفه مثلا شنو نقدروا نديروا فيها، و او ميم طون نبارطاجيها معكم حتى نتوما الا عندكم الفكره. ان شاء الله كما نقولوا الا درتي غير قفه وحده ولا فطرتي غير صائم واحد في النهار ولا شي حاجه، راه ديجا هذيك راه كما كنقولوا ماشي ضروري الحاجه تكون كثيره باش نقلبوا على الاجر. بعض المرات غير حويجات بساط على قد جيبنا، راه كان الحمد لله ربي راه هو اللي كيكون عالم. هما جوج خنيشات ديال القمح ديال الدقيق، كيف ديال الزيت باش ما نساوش شي حاجه. الله مره جاي معاك سير. سمر تما نخليه هو الفوقاني، حطوا لي هنا ندير لي هذا الشيء الاخر ديال الباكيات وداك الشيء، الزبده والعسل عصير مطيشه هذه مزدتش درتي لي صافي. الزبده هاتاي العدس اه الكرده الشعريه باش ما ننساش خصنا العدس الحمص القهوه اه حمصي لي قهوه زوينه هذيك دير لي التمر هو الفوقاني. الله يحفظك اولدي الله ييسر لك الامور. يعني الحمد لله في شهر رمضان عطى الله الطرق كيفاش نتقربوا من الله وكيفاش نعمروا ميزان حسناتنا اكثر اكثر، وداك الشيء اللي كيوقف معانا. شوفوا راه كما كنقول لكم كضيق علينا الدنيا وكندوزوا مراحل فريمون صعاب، مي مدبرها حكيم، وكلي امرك الله وربي ما عمره ما غادي ينساك، ربي غادي يعوضك دائما ان شاء الله خير بدعوات الناس وبقلبك وبنيتك وبالصدقات والخير اللي كديري دائما غادي يوقف معك وغادي يوقف مع وليداتك ومع الناس اللي غاليين عليك. على ذكر حنا التحويلات والصدقات اللي كيكثروا في هذا الشهر هذا، كاينه لابليكاسيون الحمد لله اللي بزاف منكم كيستعملوها واللي هي تاب تاب ساند، لانه كتقدري ديري تحويل نقدي بدون مصاريف يعني ما كاينينش لي فري. وثاني حاجه انه كاين واحد كود برومو ديالي واللي هو انتصار 05، الا بغيتو تستعملوه كيزيدكم فلوس على الفلوس اللي مصيفطين، بحال مثلا بنات كندا وامريكا كتزادهم 10 دولار، بنات اوروبا كتزادهم 5 دولار، بنات الخليج حتى هما. وثالث حاجه انه كيوصل سوغ بلاس، يعني اون فوا كدير التحويل النقدي للناس اللي بغيتي تصيفطي ليهم كيوصلهم لو كود باش يمشيو يتيروهم سوا من كاش بلوس سوا من البنوك ديال تجاري وافا بنك. وان شاء الله لو ليان والكود برومو كلشي راه غادي نخلي لكم مكتوب في اول تعليق، الا بغيتو ان شاء الله كما كنقولوا الواحد الا ما قدرش على الكثير راه كيدير القليل، وربي راه هو اللي كيكون عالم بالنوايا واللي هو اللي كيجازي عباده. هانتوما البعض من كواليس التصوير، ان شاء الله غادي نصور لكم واحد الفيديو، فيديو شورت دغيا دغيا كينزل، هذوك اللي كيكون فيهم غير دقيقه دقيقه ونص. المهم غادي يبان لكم هاد جوج المكونات، غير تشوفوا ما تبان لكم شي حاجه اللي فريمون مشهيه، واللي هي مع الكويسات ديالنا اكيد ديزرت او تحليه ان شاء الله هكا لرمضان الصيف، ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. وانتهى التصوير وكانت هذه هي النتيجه النهائيه. شوف لي انا بعدا الكيسان، شوفوا لي الالوان المبهجه هذو كتشوفيها كيجيب لك الجوع. شوفوا البنات على تحليه صايبت لكم، بيني وبينكم شكلها مغري، دخلتها واحد شويه الفريغو باش دغيا تبرد قبل ما نخرج من الدار، قلت لا ما يمكنش اختي ما يمكنش ما يمكنش. شوفوا لي واحد التحليه كيفاش دايره، يا سلام يا سلام. عرفتي دابا تخيلوا معايا مذاق الحامض مع الفريز، يا ربي ما تفرجوش في هذا الفيديو نتوما تكونوا صايمين. ان شاء الله كما وعدتكم الله راه مصوره لكم تحليات، مصوره لكم شربات فيما كانت كتسمح لي الفرصه، عندي هكا وقت ولا يعني هكا كنصايب وصفات لي ساهلين، ان شاء الله غادي نحاول نبرعكم بوصفات يكونوا في المتناول او ميم طون يعني ما يكونوش ياخذوا وقت طويل. دابا بارك من الهضره لان دابا راه عقلي فمي كيهضر وعقلي وعيني مع التحليه. بسم الله خطيره.
الوقت دابا نمشيو نقضيو اغراضنا. اول غرض لي ما كنحملوش وكنظن هاد غادي تشاطروني في الراي هو الدونتيست. عرفتي نهار كيكون عندي الدونتيست كتوقف ليا كنكون هزه ليه الهم وما عنديش مع الدونتيست. سورتو اكره صوت عندي هو داك زن، عرفتي داك اللي كيزنزل لك الدماغ عظامك كتحسي بهم كيرشاو ملي كيبقى يزنزل لك سورتو في شي عماره ولا شي حاجه. المهم غادي نمشي للدونتيست. كنت تا نورمالمون وصل الرونديفو ديالي وكنت ناسي ان رمضان نورمالمون كيقول لك رمضان ماشي مستحب تمشي للدونتيست. المهم قولوا لي نتوما واش هاد القضيه، حتى بعض المرات تقدري تسرطي داك الماء فاش كيبقى يشللك وداك الشيء، تقدري تسرطي الماء تسرطي شي برودوي تسرطي شي درصه الا كنتي تحيديها. المهم قلت نمشي تقاتلت معاهم، عيطت لهم هاد اليومات قلت لهم شوفوا كيفاش ديروا لي ضروري خاصني هاد اليومين هذا خاصني رونديفو. هنا الناس كيقتلوني بالضحك منين كنوصل كيقول لك عطوني هاد النضاضر، هاد شوفوا لي النضاضر، شوفوا تبارك الله على النضاضر سبايدر مان صافي. وهادي العده، العده نوريكم اكثر وحدين ما كنحملش فين هي فين هي. هادو اللي كيبقاو يديروا لك داك طق 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 في السنان، هادو ناري، هادو كتشوفيهم كتشوفي العذاب. شوفوا البنات قولوا لي انت تشوفوا واش عندكم هاد العقده هادي ديال هادو. وهذيك ديال الزن راه باقي ما كتركب ما ركبتهاش شكوى، كتكون هي هذه يمكن كتركب فيها واحد الراس وكتبدا تزنزل لك. يلا المهم اللي عزيز عليهم الدونتيست انا فكرتكم فيه. انتهت الحصه بسلام وامان. المهم شكون لي هاد القضيه هادي، واش غير انا ولا حتى نتوما؟ ميمكنش شي نهار تمشي عند شي دونتيست ويخليك ترجعي بلا رونديفو ولا جوج ولا ثلاثه اخرين. ضروري كيخرجك العجب، خاصك تنقصي هادي، خاصك تقادي هادي، خاصك تحيدي هادي، خاصك تزيدي هادي، خاصك تعمري هادي. المهم ضروري والله الا طلقوك في الاخر قبل ما يشدو من عندك شي رونديفو ولا جوج. ولكن هنا الحاجه الزوينه اللي كيديروا هي دائما فاش كديري يعني هذا النتواياج كيعطوك بروسه جديده، كيعطوك هاد لي فلوس باش كتنقي، وكيعطوك دونتيفريس. المهم هذا زعما انت يلا شوفوا يقولوا ما تهليناش فيك، هاك الكادو دي معاك في يدك. المهم قولوا لي نتوما واش نتوما لي دونسيس اللي كتمشيو عندهم كيديروا لكم هاد القضيه هادي. غير هادو اللي زايدين هو هاد الكادو في المغرب، ما عرفتش المغرب واش كيعطيونا حتى هما فاش كنا كنمشيو. والله ما عقلت، راه صافي لونطون سنين ما مشيت للدونتيست في المغرب. قولوا لي واش في المغرب حتى هما كيعطيوكم؟ المهم هذه قاعده عامه، يعني من نهار جيت لكندا اي دونتيست مشيت ليه ضروري كي فاش كديري النيتواج كيعطيك هاد الشيء. وجيت هنا البنات لموريال، نشوف كتشوفوا الابتسامه العريضه ديال اختكم انتصار الفرحه، كتعرفوني راه جيت لموريال. موريال الحمد لله هذه الحاجه اللي مفرحاني هو انه اي حاجه كنحتاجوها كنوقفوا عليها بريحه البلاد بريحه رمضان وداك الشيء الحمد لله هنا موجوده. جيت هنايا دابا غادي نمشي واحد المحل ديجا سبق لي فيه واحد المره كيمعلزه معايا كضحكوني بحال هاد العيالات هادو. المهم قلت لكم ما عرفتش كنبان لهم بحال شي انسانه غريبه كيقولوا شادي مصطيقه كتهضر مع راسها. المهم قلت لكم جايباكم معايا لواحد المحل واللي هو محل تقوى اللي سبق لي وجيت ليه شحال هادي لعقلتو فاش كنت خديت الكتب الاسلاميه لوليداتي. هنايا غادي ندوز نوريكم واحد الحاجه اللي انا متاكده بزاف منكم غادي يكونوا كيقلبوا عليها واللي هي الكالوندري ديال رمضان. ها انتما كي كتجي البنات كيجيو فيها كاع الارقام، كتجي هكا بالسيبور ديالها تحطيها هكا فوق الطبله في الدخله ديال الدار، وكل نهار كتبقى تكتبي اليوم الاول اليوم الثاني كتبقى تبدلي هاد الارقام. هذه كتجي فنه. ميم هنايا ما نهضروش على لا ديكوراسيون اللي كثيره، كاين هذا شو هاد الفانوس هذا كي داير تبارك الله داكشي غزال. هنايا هذا ديال التمر وداكشي كيجي بهذا القوس، وكتجي تما النجمه هنا ديري التمر ديري عطاله فاش تستعمليه. كاين هادي لي سوبور والمبخرات وداكشي كثارين، شو المبخره قداش. كاين عاوتاني هاد السيل هذا ديال الفراقه اللي كيجيب الهلال من الفوق كيشعل بالضو. كاين عاوتاني هاد الفراقه هادي ديال رمضان يجمعونا كيجي فيها هنايا ثلاثه تاع البلايص عطاله لا ديكوراسيون. كاين هادو عاوتاني كاين هذا سميتو بحال الطيفور، وكاين عاوتاني هذا ديال بحال الجامع كيجي بالبوله ديالو كيشعل فيه الضو. انا غادي ندوز نوريكم هاد الهلالات اللي كيجيو بالنجمه ديالهم، شوفوا كاين في البيض وكاين في الدوغي، ها هو لو ستيل ديالهم. هادو البنات كتقدر تجي معاهم هذيك العلاقه تعلقوهم، وكاينين اللي كيجيو بالسيبور يعني تقدري تخدمي بها هكا تحطيها وكتقدري تعلقيها. ميم هادوك اللي كيقلبوا على بحال هاد لي بلا هادو ديال التقديم
كاينين هادو ديال الهلال، هذا يقدر يجي واحد في قلب واحد الكبير والصغير ديالو، شوفوا السيت ديالهم كي داير. عاد كاينه هذا ديال النجمه، المهم عندهم موديلات، كاين هاد لا كولور، كاينه الكولور ديال الدوري ديالهم نوريها لكم. هانتوما كاينه هاد لا كولور هادي حتى هي زوينه، حطيتهم لكم تشوفوهم كيفاش كيجيو وتشوفوا حتى لي ديزاين لي ديسپونيبل فيهم، لا في هادو النجمه ولا في الهلال. هنا غادي ندوز نوريكم هادو حتى هما عندهم تبارك الله زوينين، هادي ديال عيد مبارك ديسپونيبل في الابيض وفي الدوغي. كاينه هادي الحمد لله، كاينه كلمه الصبر، كاينه السلام، كاينه بسم الله، كاينه رمضان. اكثر حاجه حمقتني ولي هما هاد البانير، هذا البنات راه عندهم فيه واحد ستوك كيجيو زوينين، هادو كتستعمليهم هكا وهكا، فيهم كيجي في باكي واحد ديال رمضان كريم وكاينين عيد مبارك. اللي زوين كتر هو الا عندك الديكوراسيون في الدوغي، كاينه هاد البارتي كلها دوغي اللي فيها العيد ورمضان، ولا عندك لا ديكوراسيون ان شاء الله دايرها في لارجونتي ومعناتك في لارجونتي، الجهه الاخرى كاينه كلها في لارجونتي. عليكم معلقه هذيك البانير ديال الحيط هكذا كيفاش كتجي، شفتوها راه كبيره وكما وريتكم ريكتو فيرسو في الدوغي ولارجونتي. هانتوما برونشيتهم ليكم، كاينه هادي عيد مبارك راه شوفوا قداش كبيره وكتجيب هذوك لي كولور كتجي غزاله، وكاينه هادي رمضان كريم، شفتوهم هادو راه كيتبرونشاو في الضو البنات وكيبقاو هكا كيعطيو هذوك لي كولور. هادو ديروهم في الدخله الدار كما قلت لكم في الصالون، واللي كيقلبوا على فكره كادو للناس اللي غاليين وعزاز عليهم لرمضان، كاينين هاد الصلايات اللي كيكونوا بيرسوناليزي بالاسم و لو ميساج اللي بغيتي، كاين الغوز، كاين الخضر، كاين الكري. ها انتما كيفاش كيتكتبوا، شفتوهم كاين النوار عاوتاني ديالهم، فوالا كاين، المهم كاين الكري باليا، الغوز، الخضر كما وريتكم، و لا كاليتي ديالهم غليظه، يعني دوك الزرابي لي فريمون ديال المكرا مهبرين وكبارين. حاجه عاوتاني اللي دايرين فيها برومو المحل ديال التقوى هاد المره، ولي هما هاد لي طابلو كبارين ديال الايات القرانيه اللي يجيكم في صالوناتكم، داكشي هادو دايرين لهم غير 50 دولار. بالنسبه للشحن اللي دائما كنسى ما نذكروش، الشحن راه كاين كندا كامله، امريكا، وميم بعض المرات كيصيفطوا حتى لاوروبا يعني. وحتى اللي كيبغيو هكا المصاحف اللي كيكونوا بالسوبور ديالهم، شوفوا هذا ديال الكعبه، شو شحال زوين هذا النواغ، واعر يجي حتى كادو غزال. مصاحف هانتوما، الفوانيس تا هما ما نساوهمش. وهنايا بغيت نوريكم هاد لي بواط اللي بغاو ياخذوهم هكا اون افونس، هادو كتجمعيهم كيجيو هنايا بواط يمكن فيها مع 12 ولا اكثر، كتحلوهم هنايا كديروا لي كوكيز وداكشي ديال العيد ان شاء الله، الله يلحقنا لي بخير وعلى خير. وعاد كاين عاوتاني هادو تاع لي بونبون لي شوكولا وداكشي، تا هما كتقدروا تحلوهم بحال هكذا، كيكونوا صغيورين للعيد باذن الله. كاين عاوتاني هادو لامب تا هما كيشعلو تا هما بالحجر، كاينين هادو تا هما شو زوينه. كنمشيو للحوايج اللي زوينين واللي هما الروائح الزكيه والعطيره، وهذه شنو سميتها قراو لي انايا، فقط للجميلات، وقولوا انتصار ممدلعانات، هانتوما يا جميلات انا نتريحو ونتريحو بلاصتكم. المهم هنايا عندهم البنات واحد السيكسيون كبيره عريضه ما شاء الله، لو شوا كثير في الروائح ديال الخليج، شي حاجه كاليتي واعره، كاينين ديال النساء، كاين الرجال وكاين يونيسكس. المهم هنايا عاد كيديروا هنايا يعني لي بارفان اللي كيكونوا مقتبسين من الماركات العالميه، يبان لكم هنا لو شوا كثير. انا غادي نرجع نهضر لكم حتى على المصاحف، كاينين حامل المصحف، شو هذاك تبارك الله كيفاش داير كبير، كاين هادو اللي كيكونوا مويام، المهم على حسب المصحف اللي عندكم. وكاين هنايا بالنسبه للمصاحف اللي كيبغوا مصاحف يعني اللي وليداتهم ما كيقراوش العربيه، بغاو مصاحف فرنسيه، مصاحف بالانجليزيه، مصاحف بالعربيه مترجمين، كلهم هادو عنده واحد كما كنقول لكم واحد المكتبه كبيره ديال المصاحف. وكاينه عاوتاني هادي ديال الحيط فيها الحروف اللغه العربيه هكا اللي كيقلبوا عليها حتى هي، كما تشوفوا القياس ديالها شحال كبير. هنايا نوريكم بعض الكتب او القصص، بحال هذا كنت خديته ديك النهار الجاري واللي هو هذا 40 حديث و40 قصه، تا هو زوين. كاين هذا ديال السيره النبويه، وكما قلت لكم كاين واحد لو شوا اللي كبير. وانتهت الجوله ورمضان مبارك، المهم كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله داكشي عنده رائع، راه مازال صورت لكم غير شويه من بزاف. واهم حاجه كما قلت لكم هو راه عنده جوج فروع بالنسبه هنايا البنات موريال، عنده سان ليونار وسان لورون، ان شاء الله نخلي لكم لي دو زادريس. وعدنا بالاشياء الجميله برائحه رمضانيه. المهم اول حاجه ما كانش يمكن لي ما ناخذش هذه ديال رمضان كريم اللي كتشعل بالضو اللي وريتكم، هذه ما شاء الله يعني فريمون ديكور رائع. وهنايا حتى الكالوندري الرمضانيه هذه زوينه، وهذه يعني بحال هاد لي ديكور
شي حاجه اللي كتبقى عندك دائما كيكسه اللي رمضان كتجمعيهم فواحد الكوان عاوتاني كيوصل رمضان في وسط العمر كدوزي كتديريهم. المهم هذه هي اللي وريتكم، كيجيو هنايا الارقام. وكان الله يلحقنا العيد بخير وعلى خير، خديت هادوك لي بواط اللي كتقدروا يكونوا بواط كادو، بواط بوغ لي شوكولا لي بونبون الوليدات ان شاء الله في العيد. هادو البنات راه كيما شفتوا كبارين وخاتمتها مسك، واللي هي اكثر حاجه كتوحي لرمضان، واللي هو هاد الهلال هذا اللي كما قلت لكم كيجي بالستان ديالو وبيقدر يتعلق وكما انه كيقدر يتحط. وهاد البانير هادي ديال رمضان كريم لقيتوني يلا جابها، جبت السينتات وصافي وغادي ندوز باش غادي نقاد حتى هي ان شاء الله باش نعلقها في الحيط. انا دزت دشنت مسائلي سور بلاص. المهم هنايا الكالوندريي ها انتم نبداو ان شاء الله باليوم الاول، وهنايا ديال رمضان كريم ها انتم راه البنات راه فيها تشوفوا تما واحد جوج بلايصات، هادو كتقدروا تعلقوها، يعني تقدروا تعلقوها حتى في الحيط. شتو زويونه تبارك الله، ودوك اللوينات مبهجين. الهلال ديالي درت ليه بلايصه هنايا في هاد الطويله هادي كما كتشوفوا، كصراحه عطى من نظر غزال. وليا بنات هنايا وصل وقت العشاء، المهم شي راس قيو ليا ديري هادي ما ديري هادي، شويه حنا نديرو بناقص ناقص من كاع الطباخي والشهيوات، هرب نهربو شويه مره ما فيها باس. انا والدراري هكا جينا نتعشاو ان شاء الله. اريز اشنو قال لي، اش بغيتي قلتي اليوم تاكل؟ قالك شنو بغا قلتي ليا؟ لا شنو هو السو؟ السوشي قالك. وشوف هي فاش كنا قدو كاع ما كنا نعرفو هاد السوشي هذا، كنا سامعين بيه. قالك لا هو بغا ياكل السوشي. ايوا جينا هنا لواحد البوفي، البوفي صراحة شي وحدنا شينا وشي وحدين كيعجبهم شي وحدين ما كيعجبهمش، المهم الآراء تتضارب فيه. المهم شخصيا المهم بوفي باسابل وصافي، ماشي غادي نقول لكم طوب. إما المهم زوين فيه لو شوا، أهم حاجة هو حلال. مهم هنا العزيز عليهم الاكل الاسيوي كيتبرعوا هنايا الاسيويين، عندهم تما شي ماكله غريبه بحال دابا هذا الدجاج بحال لاصوص حمراء كتكون حلوه، هذا اللي كيعجبني، هذا سميتو كيكون بالروز بالخضره وسميتو البيض. وهنايا غير بلاصه الحوت وداك الشيء، كلشي قريب يسالي. المهم هنايا الحوت وداك الشيء، ولكن هادو شكون اللي فايته فيكم ضايقاهم، سميتهم لي كويس ديال الكرونوي ديال الضفدعه، هادو ما عرفتش اصلا واش كيكونوا حلال ولا حرام، زعما ما عرفتش لي كويس. صافي صافا من مكناس كذا كتعرفيني. الله يحفظك كي دايره صافا بالضبط، كلشي مزيان بارك الله فيك بصحتك. الله يحفظك بارك الله فيك، الله يحفظك، شكرا، مبروك على رمضان. المهم حنا هاد البلاصه هادي اللي جايبنا حنا اريز جايين اليوم على قبله، قالك هاد السوشي كيحمق هو على السوشي، رمانيت يلا جالسين كيصايبوا ليها. انا السوشي صراحه ماشي شي عاشقه كبيره، كيعجبوني شي انواع. دابا اكثر حاجه مفرحه جاي هنايا وشنو اريز السوشي. انا البنات خديت واحد الصالاد زوينه هادي، حتى شي نهار نجربها في الدار، ديال البروكلي كيصايبوا بحال الصوص بحال مايونيز وشي لعيبات، وكيزيدوا معاه الزبيب وكيزيدوا معاه هذا المشمش مجفف مقطع، كيجي زوين. وخديت هنايا اللي مقتول شي وحده مضروبه على الطون، هنا هي الطون دايرينها بواحد لاصوص هي كتجي زوينه. جينا دابا ناخذوا شويه تاع المغريات، شوفوا واش لقيتهم حاطين اليوم انتوما، هادو عرفوني جايه الكوكو، المهم هكا الحلويات السكريات كتشوفي هنايا، كتشوفي الكالوريات والسكريات. خديتي فيها الفروي اريز لايك، اريز قالك هذا لايك، اريز دابا بلا ما تسولتو على الراي ديالو قالك لايك، عارف السكريات. دابا هادي فقرة ديال التركيز عند خط الانتصار، فقرة المغريات، هما أول مغريات اللي كان كلشي ناخذهمش هما الكوك، كرية الكوك واخا هما عرفتي كيديروهم مقطرين بالسكر، ما عرفتي كتهبطيهم خاصك تلحقي واحد إطرو ديال الماء باش دوزيهم، ولكن الكوك حاضر ميمكنش لينا. صافي خديت شوية الفروي، هذا تشيز كيك، أكثر آيس كريم كيعجبني هو ديال الشوكولاط. قلت يا بنات لواحد البارك، جيت وجبت معايا الدراري لهاد القنيت هذا فينا، شوف الشجر مسكين، الشجر قرع والو، غير الأغصان اللي كيتشيروا، ولكن سبحان الله العظيم ما بقاش بزاف. غادي تشوفوا هاد البلاصة، ما عقلتش واش عقلتوا على هاد القنت هذا، المهم قولي أنت صرا أصلا أنت هي في الربيع والصيف كتكثري علينا الباركات. المهم هذا واحد البلاصة اللي فايتها جبتكم ليها، وكنت بالإمارة كنت جيت أنا وماما واحد القنت نيت غير حداها فطرنا، المهم عرفتي كي كتكون ما نعاودش لكم. وشتي هاد البلاصة هادي اللي داير بها هاد العشب هذا، هادي راه بحال ضايع،
الضايه وكيكونوا فيها البطاط عرفتي كيكون واحد ستيل زوين. ايوا ان شاء الله. المهم دابا الكثير داز باقا شويه ان شاء الله وتزيان الدنيا. اما الدراري جاري الماتيريال ديالهم هادو هما اللي كيتزحلقوا عليهم. شو اليزا قالت لك خاصني نصور فيديو نوريه لصحاباتي، قالت لك باش نقول لهم شوفوا راني فين اشنو مشيت ندير. الله خاويه ما عرفت شنو واقع تلقيناها خاويه. مول بعد مره الموت البرد وكتلقاي عامره. اليوم شو انتم واحد الشميشه زوينه ورغم ذلك ما عامرهش الدنيا. كما كتشوفوا اي بارك تقريبا كتكون فيه عقبه بحال هذا الشكل هذا كيقادوها بحال كيجيبوا واحد بحال واحد الماشين كيملسوا على هذا الشكل هذا باش كيولي هكا بلاصه للتزحلق. المهم كيديروا هكا شي حاجه بنادم فين يتلاه فد فد ليفاغ هذا وصافي. المهم هو المتسابق ديالنا مستعد عريس مستعد. شو عاد اليزا باش تهبط هي وياه قد قد. المتسابقه الثانيه هي مستعده يلا تبداو المنافسه. يلا سير اليزا انت الاولى. واحد جوج ثلاثه دو. خرجات على الخط. تكورات طاح عالميه. عريس كيقتلني بالضحك كيجي بحال هذوك السلحفات بهذيك الكحزه وكاع. شوف هذيك اللعبه راني شكال. شوف هو كاع محيدي تسلل ملحوظ. شوف مشى واش كتشقل. عايزه تزحلقات الثانيه. شوف فين وصلتها. خرجاتي بعدا كاع بنات القناه هادو اللي دايرين. شو اريز اريز شوفوا البرو شوف فين وصل. تبارك الله باش يبقاو يطلعوا هاد البلايص تاع التاج. طالعين هابطين طالعين هابطين. انا بعدا كنطلع طلعه جوج ما كنعاودش نضرب الضربه. انا شوفوا لي غير اريز قال لك كيرتاح. شوف انتما غادي يبان لكم هاد البلاصه هادي هي الضايه وتما فين كنت كنقول لكم كنا كنوقفوا. عتي كتجي زوينه هنا والبطاط كيدوروا والشجيرات. حاجه كتعجبني هنا في لي بارك بعدا ضروري ما تلقاي فين تجلسي طبيلات كراسة. شو هذا دايرينو على شكل غازيبو. شفتوا واخا يكون هكا الشمس ولا شي حاجه هذا نزيد في بروغرام هاد البلاصه. عمري فطرت بها. فيت الله فيت فتره في الجهه الاخرى هادي عمري فطرت فيها. شوف الشمس مدرقه مسائل باخر واخا يكون الريح يكون الشتا وشي حاجه تجي شي نهار تجيبي فطورك وتجلسي هنا. صافي دابا خاصني من دابا شي وحده مزروبه من دابا خاصني نبدا نوطي البلايص اللي غادي يجي ان شاء الله يفطر بهم. خاصني دابا نبدا نوجد الماتيريال. اي فطره نبدا ان شاء الله ويذوب هاد الثلج هذا. ديك الساعه راك القفه القفه الشهيره ديك الساعه مدو عاوتاني كل مره هزا ماتيريالي وكنفطر في قد. عجباتني هاد ليدادي ديال هاد الشومبريرات هادو صافي هادو اللي خاصني نشري المره الجايه. شتو هادو فامي كلهم كل واحد تخشى في شومبريرو وتلاصقوا وهبطوا هبطه وحده.